أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية المباشرة من النيل، والتي نلقي فيها الضوء على أهم الأخبار سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولية. في فقرة اليوم سوف نناقش سويا: خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، السيسي يشدد على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل. وفي ملفنا الثاني، القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 ينطلق بنجاح من قاعدة كاب كانفيرال الأمريكية. وفي الملف الثالث، تحذيرات أممية من مجاعة عالمية جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية. نبدأ مع الملف الأول مشاهدينا الكرام، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل لآليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال لوزيرة خارجية تنزانيا السيدة ليبراتا مولا، حيث طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى نظيرته التنزانية سامية حسن. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل. من جانبها نقلت مولا رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من رئيسة تنزانيا تضمنت مستجدات التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء سد جوليوس للنيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية ليبراتا مولا بمقر وزارة الخارجية عقب جلسة مباحثات تناولت عددا من الملفات محل الاهتمام المشترك، أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على مواصلة جهودها لتعمي تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة في دار السلام. كان هناك تأكيد على حرص مصر وعزيمتها على استمرار تقديم كل سبل الدعم والعمل على تنمية العلاقة واستكشاف مجالات جديدة في التعاون، وكان هناك توجيه من قبل الرئيس أيضا مدعوم من قبل فخامة رئيسة الجمهورية بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة وبعد التحضير الجيد لمخرجتها. تبحثت مع الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيسة للقاهرة في العام الماضي، وضرورة تفعيلها وتذليل أي عقبات تعتريها. من جانبها ثمنت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا الدور المصري الداعم لبلادها خلال السنوات الماضية في جميع المجالات. أنا هنا لأن أعرب عن خالص امتناني وعميق تقديري بأن حكومة جمهورية تنزانيا على هذا الدعم الذي دوما ما نحصل عليه على مدار السنوات في قطاعات عدة، في قطاع الصحة وكذلك كانت هناك تلقينا مساعدات طبية وغير ذلك من الوسائل التي تدعم قطاع الصحة لدينا. كذلك استقبلنا عدد من الأطباء المصريين الذين أتوا إلى تنزانيا لتقديم الخبرات في مستشفياتنا القومية. كذلك فكما حصلنا على برامج ومنح دراسية ومهندسين في مجال الكهرباء. وفي إطار العلاقات المصرية الإفريقية، نقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهنئته وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس الصومالي شيخ محمود،
مشيرا لتوجيهات الرئيس بتقديم كافة صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي أثناء مشاركته في مراسم تنصيب رئيس الصومال نيابة عن الرئيس السيسي. اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال. فخامة الرئيس والسادة الحضور، إن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960. وقال مدبولي إن العلاقات المصرية الصومالية تتميز بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة. وأكد رئيس الوزراء دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب. تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا، وهناك مواقف تاريخية مشرفة متبادلة لكلا البلدين. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، إذن نشاط دبلوماسي مصري إفريقي داخليا وخارجيا، دعني أبدأ داخليا وزيارة وزيرة الخارجية التنزانية إلى القاهرة، وبالتالي الأهمية لهذه الزيارة ولقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا وزير الخارجية. الحقيقة هذه ليست أول زيارة وزيرة الخارجية التنزانية للقاهرة، ولذلك هي تأتي إلى هنا للتشاور الحديث مع الرئيس ومع وزير الخارجية ومع المسؤولين المصريين، لأن الحقيقة هناك توافق في السياسات بين تنزانيا ومصر في عدد أمور خاصة بأفريقيا بالذات وأمور أخرى، ولكن أفريقيا بالذات هناك توافق مهم جدا بين مصر وتنزانيا، وبالتالي فإن يعني تشريف وزير خارجية تنزانيا للقاهرة شيء مهم جدا، وتبادل الأفكار وتبادل الرؤى أمر في منتهى الأهمية بالنسبة للعلاقات بين مصر وتنزانيا. مصر كمان الحقيقة بتقدم نموذج مهم جدا بالنسبة لأنها بتقيم الآن سد على نهر روبيجي في تنزانيا، وهذه المرة الأولى أن يقام سد في أفريقيا بأيدي أفريقية خالصة، وهذا تقدم حقيقة تحرزه أفريقيا لنفسها وسيسجله التاريخ، لأن هذا أول سد كامل ينشأ بأيادي أفريقية خالصة. الأمر أيضا مرة أخرى أن هناك توافق في السياسات خاصة بالنيل بين مصر وتنزانيا واتفاقات في هذا الموضوع وتفاهمات في هذا الموضوع تعتبر مثالا للتعاون. تنزانيا وهو أمر تحدث عنه وزير الخارجية وقال إن تنزانيا ربما تتمتع بالعديد من المقومات التي يعني تفتح فرصا واعدة للاستثمار في تنزانيا، أهمية هذا الأمر والعمل عليه بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين. هذا حقيقي حقيقة يعني وزير الخارجية مشير إلى نقطة هامة جدا وهي الاستثمار. لدى تنزانيا إمكانيات كبيرة جدا بالنسبة للاستثمار وإمكانيات صناعية، وهي أيضا يعني لها مركز هام في المنطقة وفي منطقة شرق أفريقيا، لها اتصال بجنوب أفريقيا دول جنوب أفريقيا، ولها اتصال بموريشيوس، ولها اتصال
الحقيقه موقع ممتاز يؤدي الى فرص استثماريه عظيمه في هذه المنطقه. نعم. لو انتقلنا خارجيا يا سيادة السفير، يعني وحرص القيادة المصرية على المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد وحضور رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، وبالتالي الدلالات والأهمية والرسائل من وراء هذا الأمر. والله الحقيقة يعني كل من يحب الصومال يفرح لهذا التنصيب، لأنه أتى في وقت مهم جدا. الصومال تعاني من سنة 1990 في مشكلة حرب أهلية إلى الآن، ويوجد بها قواعد لإرهاب ومشاكل كثيرة الحقيقة. وبالتالي فإن وصول الرئيس الصومالي الجديد حسن الشيخ محمود إلى هذا المنصب وبنسبة كبيرة جدا من التوافق بين الصومالي أمر مهم جدا، سيجعل الصومال نأمل أن تنعم بالاستقرار وبالتالي التنمية وبالتالي وداع الإرهاب إلى الأبد. واهتمام السيد الرئيس بهذا الموضوع وإفادة رئيس الوزراء ليمثله في حفل التنصيب أمر مهم جدا حقيقة، يوضح تاريخ، لأن الصومال له تاريخ طويل من العلاقات مع مصر، وقد ومن الطريق أو من الجدير بالذكر أن أول شهيد دبلوماسي مصري في تاريخ الدبلوماسية المصرية هو الشهيد السفير كمال الدين صلاح الذي استشهد في عام 1960 على أرض الصومال، حيث كان هناك ذلك الوقت يراد للصومال ألا يستقل، وهو اللي كان من المؤيدين الصومال، وقد اغتالته يد الغد في 1960 على أرض الصومال. فهناك تاريخ مهم جدا بين مصر والصومال في جميع فعلا، وكما ذكر رئيس الوزراء روابط كثيرة، يعني تعاون في جميع المجالات بين مصر والصومال، أرجو أن تعود جميعا وتكون أقوى مما كانت. أيضا سيادة السفير، يعني الصومال ربما يمر بكثير من التحديات في هذه الآونة، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ووجود بعض الجماعات الإرهابية، جماعة الشباب وغير ذلك من الأمور، وبالتالي ما هو إمكانية الدعم المصري أيضا للصومال لمواجهة هذه التحديات، وأيضا الدعم الإفريقي بشكل عام حتى يتم مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدد دول المنطقة أجمعها في القارة الإفريقية؟ طبعا توجد قوات أفريقية موجودة في الصومال، تسمى قوات الأميسوم، وقوات من عدد من الدول تحاول أن تساعد الحكومة على صيانة الأمن، ومصر يهمها جدا أن تقدم للصومال كل أنواع الدعم، وتقدم دعم طبي ودعم تعليمي وكذا، ولكن كل هذه الأنواع من الدعم يشوبه عدم الاستقرار في الصومال. فإن شاء الله سيكون على يد الرئيس الجديد استقرار وأمان، بحيث أن إن شاء الله ستكون هناك أيادي مصرية تعمل في جميع المجالات كما كان الأمر من قبل. نعم. بشكرك سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الملف الثاني، حيث انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية من قاعدة كاب كانفيرال بولاية فلوريدا الأمريكية. 3, 2, 1, 0. هكذا دخلت مصر عصر الجيل الثالث للأقمار الصناعية، ففي تمام الساعة 11:03 من مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة انطلق القمر المصري نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 من صنع شركة سبيس إكس الأمريكية
من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، ونجحت عملية انفصال القمر عن الصاروخ بعد انطلاقه، واتجه إلى مداره حول الأرض بعد نجاح عملية الانفصال عن الصاروخ بعد 32 دقيقة منذ بدء عملية الإطلاق، وبعد 38 دقيقة تم استقبال أول إشارة من القمر نايلسات 301. واستغرقت عملية تصنيع القمر ما يقرب من عامين ونصف العام في مقر تصنيع شركة تاليس بفرنسا. القمر الصناعي الجديد يضم 38 قناة مقابل 26 قناة في نايلسات 201 الحالي. القمر الصناعي الجديد سيغطي دولا تمتد من جنوب أفريقيا إلى دول حوض النيل، بهدف تحسين التواصل بين شعوب القارة. وستشمل قدرات القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في مصر. وفي ولاية فلوريدا الأمريكية أيضا شدد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أن القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 يغطي مناطق جديدة وواسعة من القارة الإفريقية. التقنية الحديثة بانطلاق القمر 301 دي التقنية المطلوبة، هو بيغطي المناطق اللي ما كانش بيوصل لها القمر الصناعي السابق. احنا بنغطي دلوقتي دول افريقيا ومناطق كتيرة فيها في حوض نهر النيل، وده كان مطلوب واحنا كنا بنعاني منه حتى في المحطات عندنا، وكنا بننقل على اقمار اخرى، فتم معالجة الموضوع دوت. وده جزء كبير على فكرة واتجاهنا كدولة من ناحية أفريقيا والخدمات اللي بتقدم من خلال الإنترنت. الإنترنت واسع النطاق اللي هو هيساعد كمان داخليا وخارجيا عن النطاق العالمي. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف المهندس محمد الحويط مدير عمليات التشغيل في النايلسات. يعني مهندس محمد، لو تحدثنا بعد نجاح عملية الإطلاق للصاروخ المصري ماذا بعد؟ احنا الحمد لله امبارح الحمد لله الاطلاق تم، المراحل الاولى في الاطلاق كلها تمت الحمد لله بسلام، والقمر بتاعنا دلوقتي بيسبح في الفضاء. المحطات الارضيه سواء في مصر او في امريكا في فرنسا في اسيا كلها دلوقتي بدات تتحكم في القمر. القمر بدا يخش في مراحله الثانيه، مراحله الثانيه هي ان هو يبدا ياخد وضعه الشبه النهائي، بمعنى ان هو بدا يفرد السولار سيل بتاعته او الالواح بتاعه الطاقه الشمسيه. هو عنده اربع الواح كبار، امبارح الحمد لله بدا يفرد اثنين، دلوقتي بيكمل المراحل بتاعته. ان شاء الله هيفضل يسبح في الفضاء ونفضل نتحكم فيه ونفضل نقرب من الوضع النهائي بتاعه اللي هو في 7 غرب. وان شاء الله اول ما يستقر في 7 غرب، لسه الاول هيروح 10 غرب، مكان بنعمل فيه اختبارات ابتدائيه للقمر، بنرسل عليه الاشاره من الارض وبنستقبلها وبنتاكد ان كل اجهزته بعد مراحل التصنيع والاطلاق واللي هو الوضع بتاعه في الفضاء ان المراحل كلها سليمه، بنبدا نحركه لوضعه النهائي في 7 غرب. لما بيوصل ل7 غرب بنبدا نتحكم فيه من محطتنا الارضيه الرئيسيه اللي موجوده في 6 اكتوبر، وطبعا بمساعده المحطات الموجوده في فرنسا. وبعد كده بنبدا نرسل عليه الاشارات، سواء الاشارات دي كانت اشارات المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع او اشارات الانترنت. وبنقعد في مراحل الاختبارات لمده معينه بيحددها الاطقم الفنيه عندنا، وبيخش الخدمه على طول ان شاء الله، ويبدا المشاهد المصري والعربي وزي ما اتكلمنا الافريقي كمان يبدا يستقبله ان شاء الله. يعني هل هناك مدى زمني موضوع لهذا الأمر حتى استقرار القمر الصناعي والعمل بشكل كامل ويعني تحقيق المستهدفات من ورائه يعني خلال الأيام القادمة؟ إن شاء الله في خلال الأيام القادمة، أقل من 2 أو 3 نبدأ نتحكم فيه ونبدأ نرسل عليه قنوات. المشاهد العربي والمصري والأفريقي يبدأ يستقبله إن شاء الله، يعني بالكثير قوي في خلال شهر يبدأ هو يستقبله. في أول المراحل المشاهد مش هيحس بأي تغيير، هيستقبل نفس القنوات، مش هيحس بأن القمر 301 هو اللي شغال أو 201، إلى أن إن شاء الله نبدأ نحط المحتوى اللي احنا شغالين عليه على القمر الجديد، يبدأ بقى يستقبل من ترددات جديدة ويبدأ تبقى إضافة جديدة
وبعدين نخش على خدمات الانترنت، وده محتاج لتطبيقات مختلفة واكتر يعني. طب لو تحدثنا عن الاضافات الجديدة على هذا القمر برضو باشمهندس، يعني حتى تكون واضحة للسادة المشاهدين. طبعا احنا اتكلمنا على مدى الايام اللي فاتت على التطبيقات الجديدة اللي عندنا. طبعا من اهم التطبيقات اللي بتهمنا زي استاذ حسين زي ما كان بيتكلم في الفقرة اللي قبلية على افريقيا، احنا طبعا توجه الدولة طبعا ان احنا نوصل لافريقيا، فمن ضمن اهم طرق الاتصال او الربط ما بيننا وبين الاشقاء في افريقيا هي المحتوى الاعلامي بتاعنا طبعا، اللي هو فيه يعني تميز وفيه رياده على مدى سنين طويله. احنا ان شاء الله عندنا اماكن تغطيه ومجالات تغطيه جديده في افريقيا، دول حوض النيل، دول جنوب القاره، وطبعا شمال. أكثر من 70% من دول القارة الأفريقية بنقدر ننقل المحتوى المصري بتاعنا والعربي، بننقله للأشقاء في أفريقيا، بننقل الجاليات العربية اللي موجودة في أفريقيا، وكمان بنقدر ناخد المحتوى الأفريقي بتاعهم في التبادل الثقافي ما بيننا وبينهم، وبننقله للمشاهد العربي والمصري. نعم. فدي أول خدمة وأول حاجة متميزة، أول حاجة جديدة كمان بتميز فيها 901 عن الثلاث أمار السابقة للنايل سات. الخدمة الثانية طبعا هي خدمات الإنترنت. احنا اتكلمنا كتير الأيام اللي فاتت على موضوع خدمات الإنترنت والمميزات الكتير والتغطية الكاملة، اللي أول مرة هيبقى عندنا إنترنت يغطي كامل مساحة مصر ومياه الإقليمية وحقول البترول، وكل ده نقدر نستخدمه في تطبيقات كتير سواء تعليم أو صحة أو حقول بترول أو سفن. وكمان نقدر نحط المحتوى الإعلامي بتاعنا، يبقى عندنا محتوى إعلامي في الحلول التقليدية بتاعتنا، وكمان عندنا محتوى إعلامي داخل على الإنترنت، كل ده من خلال قمر واحد ومراكز تحكم واحدة. وإحنا الحمد لله نايل سات كمان عنده شبكة كبيرة من ربط المحتوى الإعلامي. نايل سات كل الناس فهما ان هو مجرد يملك اقمار، لكن احنا كمان من اكبر مشغلي وبنتحكم في مراكز المحتوى الاعلامي اللي موجوده في كامل الوطن العربي، وكمان عندنا ربط بمراكز المحتوى الاعلامي الموجود خارج حتى الوطن العربي وشمال افريقيا. فهي خدمات القمر كتيره جدا، الناس هتحس بفرق كبير ما بين 201 و301، لان ده تكنولوجيا احدث، احنا بنجيب اقمار تقعد لعمر افتراضي 15 سنة على الأقل، فاحنا عندنا دراسات كتير للسوق واحتياجاته على مدى 15 سنة، فنوعد إن شاء الله المشاهد إن شاء الله هيحس بخدمات جديدة على مدى الشهور الجاية إن شاء الله. طيب لو كلمنا كمان مهندس محمد عن يعني الاستعدادات التي سبقت هذا الإطلاق وهذا النجاح بالطبع، يعني أكيد كان هناك استعدادات كبيرة وعمل على قدم وساق حتى نصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى من القمر الصناعي الذي يضيف خدمات متميزة في الفترة يعني القادمة، يعني لو تضعنا في تفاصيل بعض هذا الأمر وأكبر التحديات التي كانت تواجهكم في النايلسات. طبعا حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة جدا، احنا الحمد لله على مدى 25 سنة كل الأطقم الفنية بتاعتنا كانت جميعها من العاملين المصريين الحمد لله، وده نتشرف بيه. احنا في كل قمر اللي فاتت كانت التعامل مع القمر هو في ان احنا بنختار الشركة المصنعة، الحمد لله السنة دي او في القمر الجديد 301 القيادة بتاعتنا والرؤية الاستراتيجية بتاعت الشركة كان عندها رؤية ان احنا نبدأ نشارك الأطقم الفنية بتاعتنا في تصميمات القمر واحتياجات. وضعنا الأول خطة لاحتياجات السوق بتاعنا، احتياجات الدولة، احتياجات الشركة، وبدأنا نحط ده في تصميمات فنية طبعا بمساعدة شركات استشارية. احنا عندنا الاستشاري بتاع القمر استشاري كندي، لأن القمر ده شارك فيه عدة دول، فعندنا استشاري كندي طبعا بالتعاون مع الأطقم الفنية المصرية الموجودة في النايل سات مع الاستشاري الكندي قدرنا نحط المواصفات المطلوبة طبقا لاحتياجاتنا. ولما طرحنا الموضوع جالنا شركات كتير من كل أنحاء العالم كانت كلها عايزة تشتغل مع النايل سات. طبعا النايل سات اسم كبير في الشرق الأوسط، احنا جالنا عروض من 5 أو 6 دول من كل الدنيا، من الصين، من أمريكا، من روسيا، من فرنسا. ولما اخترنا القمر اخترناه طبقا لاحتياجاتنا وطبعا التكلفة، وده أخذ مننا شغل حوالي 4 سنين. وكان أكبر تحدي بعديها إن إحنا لما اخترنا الشركة المصنعة والصاروخ اللي هنطلقه هي الشركة الأمريكاني سبيس إكس،
احنا كمان واجهنا مشكله ظهرت في العالم كله، هي مشكله كورونا، لان احنا في عز اوقات التصنيع والاختبارات، ومفروض ان احنا نبدا نتابع التصنيع. ظهرت جائحه كورونا عطلت كل المصانع الموجوده في اوروبا، في مصانع كتير قفلت وكانت عندها اغلاق ساعه الكورونا، وتاثر علينا كتير. القطن الفنيه بتاعتنا ما قدرتش تروح تشوف التصنيع نفسه اتاخر رغم كل الجائحه اللي حصلت دي، لكن احنا التزمنا بالميعاد اللي احنا محطينه معانا من اول يوم، هو اتاخر لايام او شهور معدوده. كل الامار اللي حوالينا اللي موجوده في المنطقه اللي صنعت او حتى بره المنطقه اللي موجوده وكان محطوط لها جدول زمني للتصنيع والاطلاق كلها اتاخرت بالسنين نتيجه جائحه كورونا. لكن الحمد لله، الحمد لله ربنا وفقنا بمساعده الناس اللي عندنا في الشركه، وكمان الشركه المصنعه كانت ملتزمه جدا وقدرنا نصنعه في الوقت المناسب. حتى اخر مشكله ممكن نشرحها، ان حتى القمر لما اتصنع، القمر اتصنع واتجمع في فرنسا، ومفروض كان يروح القمر للاطلاق في امريكا، وكان طبقا للجدول الزمني وطبقا للخطه الموضوعه كان المفروض يسافر بالطياره. الطياره اللي هتشيل حاجه بحجم القمر الصناعي الكبيره هي طياره روسيه، هي الروس عندهم طياره الوحيده اللي موجوده في العالم تقدر تشيل الاحجام الكبيره دي. ورغم ان احنا كنا عاملين الخطه على هذا الاساس والتوقيتات على هذا الاساس، لما حصلت المشكله ما بين روسيا واوكرانيا كمان بقى عندنا مشكله في الطيران. لكن الحمد لله لقينا حلول عن طريق البحر، ودينا القمر عن طريق البحر ورحنا لامريكا، وزي ما انت كلنا شفنا امبارح الحمد لله الاطلاق تم على خير. انا بشكرك المهندس محمد الحويط مدير عمليات تشغيل في النايلسات، وكل التهاني يا فندم بالطبع على هذا النجاح الكبير وهذا الجهد يعني الواضح بالطبع والتحديات التي استطعتم ان تتغلبوا عليها نتيجه لبعض الظروف العالميه. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الأخير في هذه الإطلالة الإخبارية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الملايين يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، معتبرا أن العالم على شفا أزمة غذاء مروعة. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم لتقترب من مستويات قياسية إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا. مع تواصل المعارك العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية في شرق أوكرانيا، تدور معركة أخرى كبرى على الجبهة الزراعية. يتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ولا سيما ميناء أوديسا في وقف تصدير الحبوب وخصوصا القمح الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدر عالمي له قبل الحرب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم لتقترب من مستويات قياسية، مؤكدا أن تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتصارع. وأضاف غوتيريش إن تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد سوءا وقد أثرت على 1.6 مليار شخص، محذرا من إطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع تتسبب بدورها في فوضى اجتماعية واقتصادية. بدورها تتهم موسكو الغربيين بالمسؤولية عن نقص الإمدادات بسبب العقوبات، في حين ترفض كييف تلك المزاعم، مؤكدة أن العمليات العسكرية الروسية هي المسؤولة عن ذلك. من جهة أخرى، تتواصل الضغوط المالية على العديد من البلدان النامية، بالإضافة إلى مخاطر التخلف عن سداد الديون والانهيار الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19. مسؤولون أمميون أكدوا أن الأزمة الحالية تقتضي عملا فوريا على جبهتين: أولا الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع الأسعار وإغاثة البلدان النامية، والأخرى الحاجة إلى إتاحة الموارد على الفور لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر فقرا.
إذن مشاهدينا الكرام، هناك مخاوف من حدوث هذه الأزمة العالمية في الغذاء إذا استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبالتالي هناك محاولات وهناك وسطات دولية يعني مع روسيا بالطبع في محاولة لفتح الموانئ مرة أخرى على البحر الأسود لتصدير الحبوب، وهناك جهود دبلوماسية تجري من بعض الدول في هذا الصدد. على أي حال دعونا نأخذ مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور كريم، يعني لا تبدو نهاية قريبة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن، وبالتالي ما هي التداعيات على صعيد الأمن الغذائي العالمي خلال الفترة المقبلة؟ يعني طبعا وللأسف يعني يبدو أن الأزمة ما زالت مستمرة وتداعياتها في غاية الصعوبة على يعني الجميع. حتى الحديث عن تسويات سريعة يعني يبدو أنها مليئة بالعقبات. يمكن كان الرئيس بوتين أعلن عن 5 مسارات مقترحة لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى باقي دول العالم، ولكن أيضا يمكن أن الجانب الأوكراني اعترض على تلك المسارات واعتبر أنها غير فعالة وغير عملية. يمكن المسار فيهم العمل الوحيد أنه هو تنقل الحبوب إلى بيلاروسيا، وطبعا في عقوبات على بيلاروسيا، وبالتالي يعني نحن أمام مشكلة ومعضلة كبيرة. كمان طبعا يعني مشكلة أيضا أو ممكن اللي عمق المشكلة أن العالم كان لم يستعد بعد أو لم يتوقع يعني أن يمكن الأزمة تكون انعكاساتها بغاية القوة وأسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل كبير. ويمكن طبعا دول الشرق المتوسط، هو الحديث دائما وأبدا على دول الشرق الأوسط، الشرق الأوسط لأنها أكثر الدول في العالم تستهلك الحبوب وتستهلك الزيوت، ده نتيجة طبعا للهيكل الغذائي ومدى أهمية الخبز والمخبوزات في نظامهم الغذائي. وبالتالي أن البدائل رغم أن في عدد كبير من دول العالم ممكن تكون بدائل للحبوب، لكن البدائل كلها مكلفة جدا جدا، وبالتالي يعني لو حدثت أي انفراجة في الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن احنا نقدر نقول أن يعني أن الحبوب مخزنة في مواني أوكرانيا على البحر الأسود، وفي تعنت من يبدو من الجانب الروسي في تسهيل تصدير تلك الحبوب. كمان يعني ان حتى لو تم تصدير الحبوب المخزنه في مواني اوكرانيا على البحر الاسود، طبعا الازمه سوف تكون يعني اشد صعوبه العام القادم. يعني يمكن بالفعل حصدت يعني زرعت وحصدت اوكرانيا هذا العام، ولكن طبعا العام القادم اكيد وبالفعل يعني مع الازمه مع تدمير البنيه التحتيه لن تعود اوكرانيا طبعا لبضعه سنوات منتج ومصدر للحبوب، ويجب يعني ان يستعد العالم للعام القادم، وكل دوله يجب ان تبحث عن بديل وتحاول تزود او تقلل الفجوه ما بين الاستيراد وما بين الانتاج المحلي. ايضا دكتور كريم، يعني هناك مستويات تضخميه ربما يعني مرتفعه في كثير من الدول نتيجه لهذه التداعيات بالطبع، وكانت يعني ربما قبل الازمه ايضا كانت تتجه كثير من الدول الى هذه الموجه التضخميه، وبالتالي ما هي الاسباب وراء ذلك والتداعيات المترتبه عليها، وهل هناك حلول ايضا مطروحه على الطاوله حتى يمكن يعني تجنب هذه التداعيات خلال الفتره القادمه؟ يعني طبعا احنا بنقول عليها ازمه مزدوجه في السلع والمواد الاساسيه، يمكن اقواها او يمكن السبب الرئيسي ارتفاع سعر الطاقه، ارتفاع سعر برميل البترول الضعف تقريبا، يعني احنا بنتكلم عن 120 دولار للبرميل، وبالتالي كل دولار زياده في برميل البترول بعد ما كان مثلا العام السابق متوسط سعر برميل البترول 60 دولار ولا حاجه، فكل دولار طبعا في سعر البرميل البترول يرحل لكل السلع والمنتجات الاخرى، فبيعمل ارتفاع كبير في اسعار باقي السلع والمنتجات وايضا الخدمات. ايضا ارتفاع اسعار القمح والحبوب الزيتيه طبعا برضه زادت بنسبه الضعف تقريبا، وبالتالي ده بيرفع اسعار المواد الغذائيه بالاضافه الى اسعار المحروقات واسعار البترول زي ما انا قلت من شويه، فده طبعا ده كله طبعا بيكون له انعكاساته الصعبه جدا على الجميع. حتى ان يعني احنا بنقول ان موجه التضخم في العالم كله يعني ولم تستطع دول اوروبا ولا حتى الولايات المتحده انها يعني تمنع التضخم او ما تقدرش تنقله للمواطنين، وبالتالي هنا احنا شفنا ان التضخم مر وسوف يمر طبعا، وان ارتفاع الاسعار طبعا يعني كان بشكل كبير والجميع شعر به. يعني حتى انا اظن يعني احنا يعني محتاجين يكون في نوع من انواع او يكون في اليه لضبط اسعار المواد البتروليه بشكل او باخر، لان حتى ان كان يعني ارتفاع اسعار المواد الغذائيه معروف سببها انخفاض المعروض من الحبوب وتلك المواد، ولكن البترول العالمي انتاج البترول العالمي لم يتاثر ومفيش طلب كبير على البترول، فانا مش شايف مبرر لارتفاع اسعار البترول بالشكل الكبير ده.
أيضا دكتور كريم، يعني كما ذكرت الدول النامية أو الدول الإفريقية بشكل عام هي الأكثر تضررا مما يجري الآن، وبالتالي فرص تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية والبحث عن حلول بيئة طبيعية واستغلال للثروات والمقومات الموجودة داخل هذه الدول الإفريقية حتى يمكن التغلب على هذه التحديات على صعيد الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة واستفادة الدروس والعبر من هذه الأزمات في نهاية المطاف. يعني طبعا احنا مش عايزين تكون الدول الافريقيه والدول الناميه يعني متاخره في الاستجابه، يعني يجب ان تكون في خطط تعامل سريعه وفعاله ونبتدي نتوقع السيناريوهات الأسوأ لان يبدو ان الأسوأ هو اللي جاي. طبعا يعني انا عايز اقول ان تلك الازمه هتبتدي يعني تجبر الدول، خلينا نتكلم في واقعنا العربي، تجبر الدول العربيه انها تتكامل مع بعض اكثر فاكثر فاكثر، خاصه في مجال التعاون في السلع الاساسيه والمواد الغذائيه والسلع الغذائيه المصنعه وخلافه. كمان طبعا يعني احنا نبتدي نشوف ونبرر يعني هل في داعي ملح ان احنا يعني نستورد كميات كبيره من الحبوب ومن المواد الغذائيه من اوكرانيا ومن روسيا، خاصه ان احنا عندنا في الدول العربيه لدينا دوله على سبيل المثال زي السودان يمكن لديها يعني ارض صالحه للزراعه يمكن تقترب من 150 160 مليون فدان لو تم يعني عمل تدفقات من الاستثمارات في مجال الزراعي في دوله زي السودان، بالتالي دي هتكون بديل هتكون للدول العربيه بديل، تعتبر بديل فعال وقوي للسلع والمنتجات الغذائيه اللي ممكن نستوردها من روسيا واوكرانيا. كمان برضو لازم نضغط على تلك الدول، نضغط مثلا على روسيا على سبيل المثال انها ممكن تفقد اسواقها لدى الدول العربية في حالة ان هو مثلا امتنعت او رفعت اسعار الحبوب يعني بشكل مبالغ فيه نتيجة الازمة. طبعا لان عايز اقول ان روسيا دي تعتبر من اكبر دول العالم تصديرا للحبوب، وبالتالي لو فقدت اسواقها في الدول العربية يعني يمكن مش عايزين ان روسيا تنظر الى اسواقها في هذا العام فقط وتستغل الموقف، ولكن في الاعوام القادمة طبعا الدول هتحاول تبحث عن بديل، وبالتالي ممكن روسيا تفقد اسواقها او يعني ما يمكن ما تلاقيش او لا تجد في السنوات القادمة من يشتري الحبوب منها، وبالتالي يعني يجب ان تتكاتف الجميع ويكون في حلول وتسويه راضيه، تسويه عادله وطرد الجميع. نعم. لو تحدثنا عن الدوله المصريه دكتور كريم، اين نحن من هذه التداعيات؟ وايضا كيف تقيم جهود الدوله المصريه للتعامل مع هذا الامر سواء على صعيد الامن الغذائي وغيره من التحديات ايضا الاخرى المترتبه على هذه الازمات؟ يعني طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان في ازمه وازمه كبيره والمواطن ينأى ويشتكي منها طبعا والجميع يعاني منها، كلنا شايفين على ارض الواقع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائيه، ولكن في النهايه نحن ندرك جيدا انها ازمه عالميه، وهنا يجب يعني ان تتعامل الدوله المصريه ليس فقط كدوله وكحكومه ولكن حتى ان المواطنين يكون في تعاون بين الجميع في التعامل مع تلك الازمه. ايضا انا كنت عايز اقول ان كان في اكثر من بديل او في عدد من البدائل كانت الدوله المصريه بتتحوط جراء تلك الازمه، يمكن احنا يعني الزياده الكبيره في صادرات الغاز المسال الى الباقي دول العالم ده يعني يمكن عمل نوع من انواع التوافر الى حد ما في العمله الصعبه او رفع ايرادات الدوله الى حد ما علشان نقدر نجابه تلك الازمه، بالاضافه لان طبعا يعني انا عايز اقول ان هي عشان دي ازمه مفاجاه وكمان يعني انك تتعامل مع تلك أزمة الحبوب فأنت طبعا كنت محتاج مجهود لسنوات، يمكن احنا بالفعل كنا من بضعة سنوات شغالين على الصوامع وانك انت تقلل الفقد وتقلل الهدر وعمل ما يسمى الصوامع الرقمية، كمان طبعا زيادة المحاصيل او زيادة الارض الزراعية بالقمح وان كان غير كافي الى الان، ولكن في النهاية انت قللت الى حد ما حتة الأزمة، ولكن اظن ان الموضوع محتاج شغل اكتر، انتاجية الفدان المصري من القمح يعني الحته دي برضه محتاجين ان نزود انتاجيه، يمكن في كلام بيتحدثوا ان يمكن في بعض الفدادين انتاجيتها بتصل الى 25 اردب، ولكن يبدو يعني ان الجزء الاكبر من الاراضي الزراعيه المصريه بتنتج اقل من 20 اردب للقمح، وبالتالي احنا محتاجين يعني سلالات مستمرة. يعني هي جهود مستمره بالفعل يعني دكتور كريم على ارض الواقع. انا بشكرك على هذه الحال دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الإطلالة الإخبارية المباشرة من النيل، غدا يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.